مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا المساء، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الرابع عشر الخاص للقعدان الحقائق من مسافة 3 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز وننطلق مع أول الأسماء وأول الشعارات، شباب محمد بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المرية تقدم مع شباب على البداية وعلى أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز يتقدم شعار المنخس مع ثاني الأسماء مع قالط حمد بن محمد بن كردي المنخس المري مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث مراكز مشاهدينا متابعينا الاعزاء القادم السنافي احمد بن سالم بن حميد الزرعي يتقدم مع ثالث الاسماء. رابع المراكز سياف سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي مع رابع المراكز. خامس الاسماء القادم شاهين سعيد بن حمد بن جابر بوسندية المري يتقدم مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الاولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمة. وعود مع بن حفيظ يتقدم مع شباب، شباب مع اول الاسماء واول التحديات محمد بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المري. ثاني الاسماء قالط بشعار حمد بن محمد بن كردي المنخس يتقدم مع ثاني الشعارات. ثالثا سياف سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي مع ثالث المراكز. رابع شعار بن جبران يتقدم ويقدم لنا شاهين سعيد بن حمد بن جابر بوسندية المري مع رابع المراكز. خامس الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أرى الأسماء والشعارات بدأت بالتدخل من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. الله خامس المراكز القادم الحاكم جابر بن محمد بن حمد البريد المري، ولكن البداية بن حفيظ يحافظ على الصدارة ويحافظ على المقدمة. والكيلو متر الأخير الكيلو الخطير، هنا شباب محمد بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المري. ثاني الأسماء القادم شاهين سعيد بن حمد بن جابر بوسندية المري، وثالث المراكز وصلت الأسماء ووصلت الشعارات. أرى القادم بطاش عبد الله بن سالم بن راشد الهاشمي وشعار بن جبران، ورابع الأسماء الحاكم جابر بن محمد بن حمد البريدي، ولكن بن حفيظ على المقدمة على البداية مع شباب. ثاني الأسماء من الجانب الآخر، وثاني الاسماء القادم هنا السنافي او بطاش عبد الله بن سالم بن راشد الهاشمي، وثالث المراكز الرهيف بشعار هنا علي بن جابر بن حمد بن خجيم العذبه يقدم لنا الرهيف مع ثالث الاسماء والاسم القادم. الله يا البدايه حياض راشد بن محمد بن ناصر لخن، ولكن المقدمه والبدايه الانطلاق الاول بطاش عبد الله بن سالم بن راشد الهاشمي، وايضا باللخن يحاول اللحظات الاخيره مع هياض راشد بن محمد بن ناصر. اللخن غير هياض وانطلق الى البدايه، الهاشمي يعود الى الصداره، لا يرضى الا بالصداره الا بالفوز. والله الهاشمي ينطلق مع بطاش مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لعبد الله بن سالم بن راشد الهاشمي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الاسماء هياض راشد بن محمد بن ناصر اللخن، وثالث المراكز الرهيب بشعار علي بن جابر بن حمد بن خجيم العذبة، ورابع المراكز السنافي بشعار سالم بن محمد بن سالم المري، وخامس المراكز آتا الساعي راشد بن شفيع بن راشد الفهيدي المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة والخمسة الشعارات المندفعة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا المساء،
شعارات يا ابناء القبائل والسن الحقايق، تهانينا والناموس للهاشمي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وفوز بطاش بشعار عبد الله بن سالم بن راشد الهاشمي. التوقيت الزمني لحصوله الى خط النهايه كان هناك التوقيت الزمني 4:29.49 من الثانيه. تهانينا والناموس عبد الله بن سالم بن راشد الهاشمي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الاسماء آتا هياض 4:30.94 من الثانية. تهانينا والناموس الراشد بن محمد بن ناصر اللخن على هذا الفوز والانتصار. ثالث الأسماء الرهيف مع ثالث الأسماء 4:33.30 من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الرهيف علي بن